السلام عليكم، معاكم سحس. اليوم عندنا في مطعم سوشي ارت اول مره انا سويت تحدي 300 حبه سوشي. الحين عندهم منيو جديد حنجربه ونقول لكم رايي. يا حبيبي الوضع غير اليوم. ايش اللي غير؟ كومنسيامو. ايش كومنسيامو؟ ايطالي. لا 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 كومنسيامو ايطالي. ناسي شونغ. ايوه كده شينغا. ايوه على دقيقة على الهرجة. هو قال منيو جديد وكذا صح؟ بس في تحدي قبل المنيو. ايش التحدي؟ التحدي انا حلف له رول. اوف. هو لازم يخلص الرول اللي عنده قبل ما انا اخلص الرول اللي عندي. حلو. لو خلص الرول اللي عنده قبل ما انا اخلص الرول اللي عندي يفوز. طيب لو ما خلص افضل اعطيه. افضل اعطيه. خسران. احكم على اللي تبغاه. يدفع الحساب اليوم. ادفع الحساب. معك فلوس؟ ما يشبك انت. وصلنا الى الطاوله يا جماعه. الحين زي ما عرفتوا هو هاري سوشي. سلطان يعرف يسوي سوشي؟ لا جيت امس تعلمت يا حبيبي. الحين انت بديت؟ لا انت تبدا من اول واحده. لا استنى 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 استنى, استنى. هاي في عد يا حبيبي. ايش هذا؟ هذا غش اسمه. لا هو لما يخلص السوشي رول انا ابدا فيه. هو لو خلصوا انا اوقف، لو ما خلصوا ياخذ الثانيه اللي انا سويت الثانيه. هاي انت بديت؟ ايوه انا بدات. هذه سرعته؟ بس اول واحده مو محسوبه. ليه؟ يعني اول واحده ما في عد انت توصل لك. عشان هذه ليه تزود الأبدان؟ أنا حر. إيه ثلاثة. أنا الشيف أنا أتحكم. والله خايف تعمل شوي. يعني تدخل في قراراتي. أنت سحسي يعني. الحين هذا الرول إيش نوعه؟ هذا نوعه فيجيتابلز. فيجيتابل رول. أنت ما تأكل جمبري ولا تأكل شيء. لا أكل سمك. إيه؟ في المنيو الجديد فيه سمك بدوب. في المنيو الجديد. لما تخسرني قول لي منيو جديد. هو كذا خلص الرول؟ يا سلام. بس؟ بس؟ طارت للتركي دقيقة. ايوه هم ما يسووه بدي الطريقة، ولكن انا هو صح هيك صح ابو خلود. والله ابو خلود بيعزز. هذا شكل سوشي. فاول ما اعطيه هو يبدا على طول. اوكي ممكن اقول شيء؟ قول. انا والله لو السوشي حقي شكله زي كده ما اشتري. ايش حسيته بيسوي؟ لسه ما خلصت. لسه ما خلصت. طيب في وصلة طالعة بالهلاك. ما شاء الله تبارك الله. لا تقطيعه فنان. تقطيعه فنان. فنان. لسه ما خلصت. طيب. لسه. هذه الوصلة المفروض تصير. سيب سيب. ايوه ايوه. يا اخي هذه العساس حق الصحن يا اخي سيبها. اسوي لك ديزاين اهو شوف. مرة ما يسووا قد كذا بس اوكي. كتب لك سحس. قصده سحس. دقيقة. لا خلاص بدأ. لا استنى. هو بدأ. أبدأ. دقيقة. والله خليني أبدأ أنا. دقيقة. أول واحدة هاكلها كذا سادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إيش؟ طعم الدايم. هو لازم يقول برضه. أنا صراحة أنا هو بياكل أنا ما أقول. قوانين. خمس بالصوية شويه. خمس بالصوية. وخي يدك يا ابوي. لا انا ما كان ماني ماخذ حقي. ماني ماخذ حقي في الموضوع. هو دي جاتني دبل. انفكت. لا ما انفكت. انت ما تعرف تدرك. لفك سلطان فاشل. ما انت عارف يدرك. هو ما عارف يدرك. طب انا دحين ايش اسوي؟ اذا انا خلصت هو لسه ما خلص. حتفوز. طب انا خلصت. ايه بس لسه هنقطعها. ما هنقطع. ايه الله. شوف انا بدلع نفسي عشان ايش؟ وعالراي بصوت عشان ابغى استمتع وصراحه نفسي في واحده ثانيه. خد جينجر. اخذت وصابي كده. ممكن صوص. شكرا. شفت كيف الموضوع قلب؟ دقيقه انا ماني قادر اتكلم يا جماعه، ولكن انا في انا قلت لكم ظبطوني في المحار. لا 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 وبعدين تقولوا ما ادري ايش اسمك. لا لا غش غش. اسمع في واحد بيغش. والله في واحد بيغش. ايش صار؟ ايش خلصت؟ لا لا الموضوع فيه مستحيل. خلصت؟ والله الموضوع فيه. شوف من ورا الكاميرا جاء حط اثنين. انا بقول الصراحه. طب لا اخذ واحده جاهزه. إيه؟ اصلا شكلها حلو. لا تقول يا اخي الصراحه. يعني خسر؟ خسر. ليش خسر؟ خسر. خسر. انت هلأ. اسمع حديله فرصه. ايش؟ هذه مجهزة؟ ايه يلا سوي واحدة. ايش؟ يلا. ايش؟ ابدا. هو لو اكل دي وانت خلصت اللي عندك حتفوز. يلا والله ابدا يا اخي كلمة طيب. ابدا والله.
يا اخي انا كنت ما ابغى. لا نسيت حتى جزء. اسكت وما حد يلفها كذا. والله ما حد يلفها كذا. ما خلص صح؟ والله خلص. ترى من جد ما حد يلفها كذا، اول مره اشوف سوشي. سلطان يدفع الحساب وابغى المنيو الجديد ينزل. ما ابغى انا خلاص. والله وكذا ظلم. وصل المنيو الجديد. هو اسمع يا جماعه بصراحه غير. يعني المنيو الجديد حلو بس انا سويت اشياء من المنيو القديم. انا زعلان. ليش زعلان؟ انت تحديتني. هو تحداني لسه ما كملنا دقيقه. خسرت دقيقه. هو تحدى. يجامل لي شويه هنا. انت جامل والله. انا حب جاي. استنى غش. أيوه ما غشيت. والله غشيت. ما انا قد جاهد اديته هو بس. طيب خلينا نخش دحين. حندخل ايتم ايتم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. قسمنا الطاوله يا جماعه. طهمجه تايم. طهمجه تايم. ايوه هذا النص اقدر اكله. هذا انا اقدر اكله. حنبدا بالمدوري سالد. مدوري يعني اخضر بالياباني صح؟ ياباني. يس. كيف معلوماتي؟ واو اتاك. هذا بس سلطان جمبري. لا اللي دقته انا مو جمبري كان دق بالكاتشب. جيد. واو من زمان ما بدينا حلقه بسلطه صح. اسمع 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 اسمع. حدخل في السلطه الثانيه. الساشيمي. الساشيمي سالد في تونة وسالمون وسمك فيليه أبيض. هذه تأخذها كذا. أول مرة أكل سلطة فيها سمك ني. كيف؟ غريب. فكرة حلوة. السمك عاملين الساشيمي في السلطة. عجبتني. بسم الله. سلطان ترى مره ما انت حافظ. كل شيء ايش اسمه ده ايش اسمه ده. ترى مين جديد ها انت حافظه؟ لا. طيب عليه بالتعاده. بس يعني انت امس جيت. ايوه انا امس جديد بس ما جيت. انا ماني صحصح اجرب المنيو كامل. جربت التاكو. لا ابدا. الله يوفقك في حياتك. ما احب الشيء. ما احب السمك مني. ايش ده؟ شريم تمبا. ايش ترتيبه؟ نحط في الثلاثه ولا لسه؟ لا لسه خليني اخلصه. اشوف بس كلمة حق تنقال. نحن آخر فيديو صورناه هنا من قبل سنة ونص تقريبا. سيم كواليتي. ما تغير. فهذه صفقة والله. طب صفق. والله. شكرا شكرا. هذه سبايسد جليزد توفو. والله لذيذ. هذا توفو. ايش بقى بتحقق التوفو؟ انا دقت اول مره ما عجبني. واو ايش هذا؟ لا اصدق ما تراه اذني. ايش هذا؟ هذا موهيتو مانجا ولا ايش؟ هذا ايس كريم ابوي. لا موهيتو هذا ايس كريم. هذا حلا. ابى اجرب شيء جديد. في عندنا هنا هي. شوف الصحن يجيكم وصلتين بس نحن حطينا وصله وصله. عندكم التونه والسالمون رولز. التونه رول كذا سوشي وحركات. ما اعرف ليش احس انه هذا حنحط عليه. الحين حنجرب التونه. اول مره اكل تونه نيه. أول مرة في حياتي. كيف؟ الحين حنخش على شريمب براون تمبوري. وأنا على كريزي براون تمبوري يا جماعة. وأنا على التروبيكال تاكو ولا سيبرينج تاكو. افضل مني ما شاء الله عليك. معليش هي تيجي ثلاثة اوصال بس نحن حطينا اثنين اثنين. بسم الله. مم.
كيف؟ لذيذة غريبة. أديها لقمة ثانية. هذا السيبرينج. الله. مره متحمس عليه. ايوه البيف تاكو هذا 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 بطل. هذا شكله يعني انا حيلعب في جوي كذا. اسمع ادرم بس ادرم بس ابغى تغرقه اغرقه. يلا اسمع عصام الصوت يضربك. بيف نودلز النودلز تخينه كنا زر رمي. هدوّلك شيء اسمه بلاك دراجون. عمرك ما أكل زيه. أنا تعرفون من أسكت. أنا برضو ما عمري أكل زيه. شو روح أنا ولي فاهم أنا الحالي وكذا في 20 واحد بيأكل. بيقول لك هذا مو مع الصويا هذا مع ده كذا. دوز مرة لذيذة. قول بالعافية قول بالعافية أخوك المسلم جيعان قول بالعافية. شوف الأكل الأكل الآسيوي أكتره يعني غالبا ما عمرك تغلط بده. هاي رجع الصحن. ترياكي ولا سوي صوص ما تغلط. ايه طحن يا حبيبي خلص وأم الصحن. ترياكي هذا لذيذ ولا لا؟ مرة والله العظيم ما رضيت ما رضيت يخلص عمسك. والله احنا ما عندنا لعبة. عندهم جوس لذيذ. ايش هو؟ جديد باشن فروت موهيتو. بس يبغى لك اكشن. كيف؟ شوف الباشن فروت يا انك تصيب يا انك تخيب. وينك؟ ما تعرف تجي في النص. هذا صبت. انا حاخش على التشيكن كاتسو هذا من المنيو القديم. هذا من الاشياء اللذيذة. والله حركاتكم هذه وصلتني لفين؟ اني انا اجيب هذا ما نزل لنا. ايش هذا؟ نسبش اللي ايش هو هذا؟ تدوق دوقنا. هذا منيو جديد؟ تبى تدوق دوقني معاك. هذا منيو جديد؟ بسرعة. ايش اسم الطبق طيب؟ دقيقة. ايل دمبوري. طيب ها ايل يعني شاقة. بدوق حتدوقني معاك. اكل انا شاقة شاقة. تدوق تدوق ادوقك. لا ادوق تدوق ادوق لا طيب اوكي كان انت ما تقدر تاكل ليه؟ ما تقدر تاكل ايل انت ما عندك حساسيه من الايل؟ من الايل والاله اطلع برا شوف ماني مندوق والله مندوق اطلع برا ترى مره لذيذ ما ابغى ادوق اطلع برا انت والايل انا خليني في التشيكن كاتسو لذيذ دوق سلطان برازيل جلطني الحير ده تعرف ايش يبغاله؟ ما اعرف ليش كذا احس يبغاله سبايسي مايو. قلت لك في شيء ناقص. ايش ناقص؟ كاتشب سبايسي مايو لذيذ. دحين حخش على سبايسي بيف من المنيو القديم. عندي مشكلة. إيه؟ هذا المنتج من المنيو القديم وانا سايبه في الاخر لانه انا عارفك سويت عليه تحدي. انا مرة احب هذا البول. انا دحينة جاي لحبيبي. هذا لحم الدجاج هذا اول ما نزل كسر الدنيا. هذا لما سوينا عليه الاعلان اخر مرة. الله بيف اند تشيكن تاخذوا كده. احنا ما ينفع نضيفه في المنيو الجديد كمان. بس حطه كده نيو.
هذا مرة لذيذ. هذا مرة أحبه. نرجع لكم بفقرة المتابعين مع الحلقة. دحين دقيقة أبغى أبدأ. فقط متابعين مع الحلقة. لا استنى استنى والله يخلصها والله يخلصها قبل ما هذا. أوعي. بسرعة. أيوة. لا وتغمسها في صوص. يا خسيس. ولا لا ما تغمسها. أيوة. طب مو معارض التاكل. ما لي صلاة. والله إنك ناموسة. الحلقة. انخش على الحلقة. أسمع نبي نلعب حزر فزر بالماتشي. بالموتشي موتشي ايس كريم ايس كريم ياباني اسمع ما يبغى له شوف 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 كيف حس باليد ليش استنى استنى انت كل واحد ليه اكل واحده مختلفه strawberry cheesecake شوكولاته لا تعرفين نوعين شوكولاته لا دارك شوكولاته اه هذه مره لذيذه اوه انا احب لما تكون كده هذه ايش هاي جوته اخضر هذه شكلها بيستاشيو اسوء شيء من الحياه متاكل ايس كريم واسنانك مضروبه ايش جرين تي جرين تي عشان نهضم لا هذه زي الكراميل الله يسلمك ايس كريم غريب لوتس ايش لذيذ مره تبى سكر ولا بدون؟ لذيذ خليه يقوم روعة ستروبري خلاص نخش على ستروبري ترمسو ترمسو يعني انا ماني من عشاق الترمسو بس خلينا نجرب اصلا انا من اول قاعد اكل حلا نفسي كده ايش اغير شويه يبيكسر الطعم المفروض نقول كل واحد توب 3 حقه دراجون 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 جمبري بس هم سووا دراجون جمبري بس هم سووا هذا من اشهر الرولز اللي عندهم طب دحين هذا الطلب خصيص اقدر اطلبه ولا لا ايوه تقدر تقدر اقدر اقول لهم هم احلى شيء هنا في سوشي عندهم سوشي ارت عندهم فلكسبيليتي يعني انت ممكن تقول لهم ما ابغى هذا احط هذا شيل هذا ابغى هذا يسوي لك تقدر تسوي كستمايز للمنيو شغالين على معيار كول على ذوقك كول على ذوقك حبيبي بس هم يقول لك نحن كده نبغى انت تبي تفتي مشكلتك مو مشكلتهم بس هذا ليه رجع للمالح؟ ما اعرف احنا المفروض حلو نختم؟ لا المفروض توب 3 ونختم لا المفروض توب 3 تعليقات المتابعين سحب عليها توب 3 ما سحبت عليها انتوا كل شوي تنزلوا 6 اصناف تقولوا سحب عليها التوب 3 لازم انا توب 1 عندي تاكوز الجمبري حلو وانا زيك انا تاكل لحم 2 شريمب تبان 2 نودلز بيف نمبر 3 اكزوتيك رول اكزوتيك رول اكزوتيك رول ثالث طبق السيبريم سيبريم سيبريم تاكو انا زي السمك الابيض هو خيارين من عندك ثالث خيار من عنده ايه انا هو خيارين زيه وثالث واحد زيك ليمون بالجنجبيل باشن فروت وكده وصلنا لاخر الحلقه انا لسه قاعد اكل تشيكن ان شاء الله الفلوس بتاعته معانا بعد الحلقه لا تسووا لايك وشير وسبسكرايب انا والله باكل الجزيره وتنشر حاجه في كل مكان كاك معاكم سلطان وسحش نشوفكم حاجه جايه في امان الله سلام طب بس مطلع. مطلع. لي واحد ثاني ارجع ابغى استنى لقمه اخيره من ايش؟ تشيكن انت ولا انا؟ انت ابشر ما اتوقع خلاص كلها كتير كتير بالعافيه كتير خش عليه خلاص اقفل